بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إلتسي الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في هذا البرنامج مع القادة. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين، دكتور عبد العزيز عبد الله حماد، الوزير المفوض ورئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، شكرا، شرفتنا ونورتنا. شكرا وشكرا لأسرة البرنامج. أرحب أيضا أخويا الحبيب العزيز على قلبي الأستاذ شهاب الجابوري، أمين عام منظمة الشعوب والبرلمانات العربية فرع العراق. شكرا جزيلا، ارحب بحضرتك وكادر البرنامج كله، شرفتيني ونورتيني. الشرف والله. مشاهدينا الكرام، يمكن الاسبوع الماضي تكلمنا في حلقه مؤثره جدا، كانت عن المسابقات، سواء شهر عقاري او نيابه اداريه او محكمه كليه او تامينات، وكان الحديث ايضا عن حمله الماجستير والدكتوراه، أضم إليهم أيضا أوائل الجامعات. جميل جدا الحلقة، وصلت في كل تقريبا مكان كنا عايزينها توصل فيه. جميل أن يكون في تأثير بخصوص الحلقة، لكن المؤسف حتى هذه اللحظة أسبوع مضى لم يخرج علينا أي شيء رسمي من الدولة ردا على هذه الحلقة. في اتصالات أن بيطمنوا أن الناس تصبر، ويمكن من حق الناس اللي هي قدمت مسابقات وضاع عمرها 4 سنوات ان حد من الدولة يحترمها ويخرج ويعلن هذه المسابقة تم الغاؤها، هذه المسابقة يتم اعلان من يتعين فيها. المهم ان يصل رد من الدولة الى هؤلاء الشباب. انا بتكلم عن عدد ليس بقليل، عدد يتجاوز 1,250,000 شاب، كل واحد منهم دفع 20 جنيه، ب25 مليون جنيه. أين ذهبت هذه الأموال؟ إلى خزائن الدولة أكيد طبعا. إذن هذه المسابقات كانت بعلم الدولة وبترتيب من الوزارات. لذا مشاهدينا الكرام، سوف نكمل هذا الملف، لكن اسمحوا لي هذه الحلقة الاستثنائية بخصوص الظروف العربية التي نعيشها اليوم، مؤتمر قمة عربية بالسعودية يسبقه بساعات ضرب وعدوان ثلاثي، أمريكا فرنسا بريطانيا على سوريا. تعالوا بنا مشاهدينا الكرام نحلق مع ضيوفنا الكرام في هذا الأمر العربي. بداية معانا اتصال، بداية أستاذ أحمد الطيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله دكتور رمضان. أستاذ أحمد شرفتني ونورتني، يمكن أنت من الشباب اللي الواحد معجب بيهم وبمجهودك وثقافتك، اللي قدرت أمس أنا حضرت مع حضرتك مؤتمر ثقافي قدرت تجمع فيه عدد كبير جدا بالتعاون مع الأزهر ومع وزارة التربية والتعليم، كيف كانت الفكرة لديك؟ أولا أنا برحب بحضرتك وبرحب بكل السادة المشاهدين، وبشكر اهتمامكم الكبير بدعم المواد وإبراز المهرجان الثقافي الفني بالفيوم. أولا فكرة المهرجان ما جاتش مرة واحدة، لكن سبقها عدة منتديات وندوات في أماكن متفرقة في محافظة الفيوم، زي مكتبة الفيوم العامة ومكتبة الطفل بطمية. خلال الندوات دي كان بيتم الاستماع للمواهب وتشجيعهم سواء بجائزة رمزية أو بشكل معنوي، وكان بيتم توضيح نقاط الضعف والقوة عند الموهبة. ومن بعدها فكرنا أننا نعمل مسابقة تضم عدد من المواهب في مجالات مختلفة، لكن العدد فاق توقعاتنا عندما تجاوزت أعداد المشاركين 200. فبدأنا باستقبال الأعمال بداية من شهر 2 وحتى 30 مارس. أرى الحين بدأت على بعض الصور على الشاشة معنا الآن. تفضل أستاذ أحمد. ألو. أيوة دكتور. أستاذ أحمد، يمكن بقول لحضرتك يعني جميل جدا إن حضرتك والأستاذ أسماء كشباب إن شاء الله مستقبل أمامكم كبير، وتقوم على تنظيم مثل هذا الأمر شيء جميل، شيء يحسب للشباب. كيف كان التعاون من الوزارات مع حضرتك؟ حضرتك التعاون جاء خلال التربية والتعليم، وجاء خلال قصر ثقافة الفيوم ومنطقة الفيوم الإدارية. عندما عرضنا فكرتنا على الجهات دي بصراحة لقينا ترحيب كبير جدا منهم، وترحيب بالتعاون معانا، لأن في محافظة الفيوم دايما بنسعى إن احنا ندعم المواهب
وطبعا انا لقيت الدعم الاول والاخير من معالي الدكتور الوزير جمال سامي، لان انا عرضت الفكره عليه بدايه وكنت طالب من سيادته الدعم، وحقيقه دعمنا كتير جدا ودعمنا بمكان لتكريم الطلاب دوله، وعمل المهرجان اللي حضرتك طبعا شرفتنا فيه، وكان حضور حضرتك شرف لينا جدا يا دكتور. تسلم يعني، شكرا لك يا استاذ احمد. يمكن محافظه الفيوم ليست محافظه ارهابيه، هي محافظه الشهداء بالاضافه الى محافظه علماء. العام الماضي اولى الثانويه العامه بنت من ابناء الفيوم، العام الماضي على مستوى الجمهوريه، العام الماضي الاولى على التعليم الفني على مستوى الجمهوريه بنت من ابناء الفيوم، العام الماضي الاولى على التعليم التجاري بنت من ابناء الفيوم. تحيه لاهل الفيوم عامه ولمصر خاصه، تحيه للجميع، تحيه للشعوب العربيه. مع معالي الوزير عبد العزيز عبد الله حماد رئيس منظمه الشعوب والبرلمانات العربيه، كيف ترى ما حدث من عدوان ثلاثي على سوريا؟ في البداية طبعا أنا بشكر أسرة البرنامج، ويعني الحقيقة بنعي للعالم ولمصر شهداء العملية الشاملة سيناء بالأمس، حيث كان هناك 8 من الشهداء، كان منهم 2 من محافظة المنوفية، ومنهم شهيد اسمه عبد الحميد محمود عبد الحميد أبو المجد من قريتي من سراوة أشبون منوفية، رحمة الله عليهم جميعا. أنا بشكر الحقيقة وبأكد على طلبنا لمحافظ المنوفية بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة سراوة الثانوية العامة لكي تكون باسم الشهيد، يستحق، تخليدا لذكراه وتخليدا لذكرى كل الشهداء، أن تطلق أسمائهم على المدارس وعلى المؤسسات المختلفة في الدولة. ثانيا الحقيقة الوضع بالنسبة لسوريا، حضرتك تكلمت عن ابن أبناء المنوفية، معانا الأستاذة نجوى من المنوفية. السلام عليكم أستاذة نجوى. أهلا وسهلا. سلام عليك يا دكتور رمضان. أهلا بحضرتك. بعد إذنك يا دكتور، أنا عندي مشكلة كبيرة قوي، وأنا معاصة ومعايا شهادة تأهيل بنسبة 5%. تمام. واخدة دبلوم تجارة من سنة 99، وأي مسابقة حضرتك بنقدم فيها ومفيش أي حاجة، وأنا عندي ضمور في عضلات الإيدين والرجلين. وقويت وخدت الدبلوم تجاره، قلت عشان الاقي وظيفه ونلاقي حاجه كويسه لنا، مستنينا ومستنى اولاد. انا عندي 3 اولاد في المدام. حضرتك من اي مكان في المنوفيه؟ من مركز شبين الكوم محافظه المنوفيه. ما تابعتيش معايا، ما تابعتي معايا حد من اعضاء مجلس النواب؟ يا فندم رحنا ما بنشوفش حضراتكم غير ايام الانتخابات بس، احنا ما نعرفش حتى مين اللي تابع الدايره بتاعتنا حضرتك. طب نشوفش اي حد والله. طب ان شاء الله بعد الهواء اتصل على حضرتك، ومعايا معالي الوزير عبد العزيز عبد الله حماد ابن من ابناء المنوفيه، واكيد مش هتاخر عن اي مساعده لحد من ابناء المنوفيه. ربنا يخليك يا رب يا دكتور ابراهيم، بس انا عايزه اي حد بس ناخد فرصتنا بس، يعني انا من بقالي 20 سنه واخده الدبلوم ازاي، وما حمسيش حد تعيين من 20 سنه. انا ببعت استغاثه للرئيس على الهواء يا جماعه، انا عندي 3 اولاد في المدارس. تمام، ان شاء الله اتصل عليك بعد الهواء ان شاء الله. حضرتك كنت بتتكلم عن شهداء سيناء العملية الشاملة، اللي حدث أمس الشيء طبعا بيدفع أبنائنا ثمن حريتنا، فما يكونش شيء أقل من تخلد أسماءهم على مدارسنا. هؤلاء استطاعوا بدمائهم الزكية أن يكتبوا أسماءهم في قلوبنا، فلن ينسوا أبدا الدهر. أروح بس معالي السفير، حضرتك من السفير جهاب الجابوري، حضرتك وأنت تدرس الوضع الآن وأنت ابن من أبناء مصر كما أنت ابن من أبناء العراق، كيف ترى العملية الشاملة في سيناء حاليا؟ خير ما أبتدي بكلامي، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمي شخصيا ونيابة عن أبناء الشعب العراقي، أعزي أشقائي المصريين بالعملية الإرهابية التي حصلت في سيناء، فأحب أقول الإرهاب لا دين له. تمام. إنهم مجرمون كما عملوا داعش في العراق، وراحوا أبرياء من الأطفال ومن النساء، ده يحصل في سيناء، وأسأل الله أن ينتقم من كل الإرهابيين يا رب. وأنا في بلدي الأول، العراق بلدي الثاني، أنا أعيش وأكل من هذه التربة وأشرب من ماء النيل، إذن أنا مصري قبل أن أكون عراقي. يشرفنا. فأعزي أبناء شعب المصري بكل قطرة دم سالت على أرض سيناء، وأسأل الله أن ينصر مصر وشعب مصر وجيش مصر وشرطة مصر على كل الإرهابيين يا رب إن شاء الله. شكرا. يمكن مشاهدينا الكرام بنقول هي دي مصر، يعني ما من إنسان يعيش على أرضها إلا ويحبها. أعتقد بان للعالم أن مصر بحر والعالم أسماك، لا يتمنى أحد أن يخرج من مصر على الإطلاق.
أيا كانت جنسيته، ومصر ترحب بأشقائها وأبنائها من جميع الدول العربية. محل الوزير، يمكن شيء محير ليه حاليا توقيت الضربة مع الإسراء والمعراج، ليه توقيت الضربة مع تزامن قمة عربية؟ ماذا يريد العدوان الثلاثي، وهل من رسالة توجه للأمة العربية في هذا الأمر؟ من بلا شك فيه أن القاتل والمعتدي يهودي وصهيوني، وهو عدو للإسلام، ويتعامل معنا على أنه عدو صليبي يريد أن يجد أو يقوم بصنع فتنة بين الشعوب العربية وبين القيادات العربية رؤساء الدول وقيادتها، وبين قواتها المسلحة في كل الدول العربية، وبين مؤسسات الدول. فيقوم باختيار الوقت الذي تجتمع فيه الدول والشعوب العربية في أعيادها المختلفة. فعندما قاموا بإعدام الشهيد الرئيس صدام حسين كان يوم عيد الأضحى المبارك، تمام. بالأمس كانت ذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى إسراء المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الذكرى غالية على نفوس كل العالم الإسلامي. أيضا القمة العربية النهاردة، ماذا يصنع الزعماء العرب؟ هيعملوا إيه؟ لابد أن يقوم العدو الصهيوني بوضع القيادات العربية في موقف محرج. ولكن أنا بأؤكد أن كل الشعوب العربية تزداد ترابطا وتزداد حبا مع قيادتها، ولنا في رئيس مصر القدوة الحسنة. الحقيقة النهاردة في القمة العربية اعترض على الاعتداءات الصليبية أو العدوان الثلاثي على أرض سوريا، ولكن احنا برضو الحقيقة بنقول ان ما يعني لما اعتدوا على العراق من قبل قالوا ان هناك اسلحة دمار شامل، ودخلوا العراق بهذه الحجة. النهاردة ضربوا سوريا بالامس بحجة ان هناك سلاح كيماوي تم استخدامه. احنا بنرفض بتاتا استخدام هذه الاسلحة على اي ارض عربية، ونؤكد انه لم يحدث على الإطلاق، بدليل أنه الضربة التي تم توجيهها إلى دولة سوريا العربية الشقيقة جاءت قبل التحقيق وقبل وصول فريق التحقيق الدولي التي قام بالأمس، وصل بالأمس إلى الأراضي السورية للتحقيق عما إذا كان تم استخدام السلاح الكيماوي من عدمه، تمام. فكان يجب على الانتظار حتى الانتهاء من التحقيق، تمام تمام. مشاهدينا الكرام، اذا تكلمنا وقلنا ان الاسراء والمعراج هي ذكرى تحبها الامة العربية والاسلامية جمعاء لما فيها من تكريم لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان وهو بحق أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى، لذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم. شاء من شاء، أبى من أبى، سينتصر الإسلام، سينتصر العرب، سوريا سيحفظها الله، إنها بلد من بلاد الشام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. معنا الاستاذ محمد من محافظه الاقصر. السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم دكتور رمضان. اهلا حبيبي، الله يسلمك. استاذ حضرتك يا فندم، احنا من العاملين الدائمين مثبتين على الصناديق الخاصه يا فندم، الفصل المستقل. تفضل يا استاذ محمد. يا فندم استاذ حضرتك، احنا تعرضنا لظلم يا فندم، يعني احنا معانا في نفس المكتب الواحد معايا الزملاء مثبتين على موازنه الدوله، الموازنه العامه للدوله يا فندم، تمام. ليهم الحق في النادب وفي النقل والاجازات والاعارات وكله يا فندم، تمام. وفي العلاوات والترقيات، احنا للاسف يا فندم نتفاجئ بانه احنا تثبيتنا وهمي اللي هو تثبيتنا على الصناديق الخاصه، تمام. ما لناش الحق يا فندم ولا في النادب ولا في النقل ولا في الاجازات ولا في العلاوات يا فندم ولا في الترقيات، تمام. من 2008 ومن قبل كده يا فندم، وتثبتنا في 2015، فظلم شديد يا فندم. نستغيث بسيادتكم يا دكتور رمضان، عارفينك انت بتوصل صوت الشباب ابناء الوطن الواحد يا فندم، حرام لما يكون معايا زميلي في نفس المكتب وهو متثبت على موازنه الدوله يا فندم، وانا متثبت على الصناديق الخاصه وماليش اي حق في الدوله.
شكرا استاذ محمد، وصلت رساله حضرتك سنتابعها، ويمكن هذا الذي نريد ان نوصله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ابناء الشعب الواحد كثير منهم يحدث له امور تجعل في قلبي غصه حينما يقوم بمكتب واحد تعيين لاثنين، هذا على ميزانية الدولة وهذا على صناديق خاصة والفرق بينهم شاسع. أيضا حينما تكون هناك المسابقات مثل التي نتحدث عنها في كل لقاء تقريبا، تكون مظلة لتعيين بعض أبناء العاملين صاحب الوسطة والمكانة والهيبة والبرستيج يعين، وأبناء العامة لا يعينون، هذه ليست بمسابقة. حينما تحدثنا كل مسؤول لا يريد أن يتحدث، وإذا أراد أن يتحدث يوصل لنا رسالة ثم يجعلنا نحن نتحمل المسؤولية أمام الناس ويقول تحدثوا وطمئنوا الناس. أنا مع الناس وأطمئن الناس، لكن إلى متى؟ إلى الصبر له حدود. أرى أن الشعب المصري الآن، أرى أن الشباب الآن بحاجة، وأقل ما يقدم للشباب خروج مسؤول بس يوضح لنا. يمكن كنت تواصل حتى قبل الحلقة مع مسؤولين كثر، الحلقة اللي عدت وصلوا كتب رسالة قوية ومتأثرين. لما أسمع شيء جميل، لما أتأثر شيء أجمل، إنما أسمع وأتأثر ولا أنفذ كأني لا سمعت ولا تأثرت. إن لم يتم الرد على الحلقة الماضية ويخرج أحد خلال هذا الشهر كما تم وعود كثيرا من أكثر من مسؤول، إذن الشباب ينتظر الإعلان عن هذه المسابقات. حضرتك معنا الأستاذ أحمد من الصهاجة، وأرجع لحضرتك ثواني. السلام عليكم أستاذ أحمد. مبارك يا فندم. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. مبارك يا فندم الله يخليك. لو سمحت يا فندم أنا تواصلت مع الأستاذ المسؤولين في القناة. طب وطي لي بس التلفزيون الأول واسمعني عبر التليفون. أنا في الشارع كده ماشي يا فندم. اتفضل حبيبي. في الشارع. الله يخليك يا فندم. ولدينا يا فندم مشروع خيري ينفذ على مستوى جمهوريه مصر العربيه بدون تكاليف من الدوله. بدون تكاليف من الدوله يا فندم. جميل، ايه المشروع ده؟ المشروع الخيري يا فندم القضاء على العشوائيات بدون تكاليف من الدوله، اسكان الشباب بدون تكاليف من الدوله. التمويل منين؟ اجيب تمويل منين؟ يا فندم موجود معايا، حضرتك موجود معايا يا فندم، تمويل بحاجات بسيطه وحاجات جميله يا فندم. ايه هو التمويل يا فندم من ميزانيه خاصه؟ طبعا يا فندم عندي طبعا يا فندم في محافظه الصوايد 20 مستشفى يا فندم. تمام يا فندم؟ تمام 20 مستشفى، طبعا يا فندم احنا كل بوابة مستشفى وظفنا عليها 20 شباب من داخل المستشفى. اعتقاد الرافد اليومي انا متأكد اللي هو بون يومي فيها الجنيه. لو عندي في محافظة الصواج 20 مستشفى دخل كل يوم 600,000 60,000 جنيه شهريا يوميا، هيبقى عندي في الشهر يا فندم مليون و800,000. استاذ احمد لو سمحت يا استاذ احمد، يا ريت حضرتك تبعت لي الحاجات دي قبل الهوا واعرف فكره بس عن الموضوع واتواصل معك. عامه يعني اتمنى تسيب لي تليفونك في الكنترول، اتواصل مع حضرتك وابعت لي عبر صفحه البرنامج ايه المشروع، ونتواصل معاك ونتواصل مع اعضاء مجلس النواب عند حضرتك في المحافظه، ويكون معانا معلومه ورقيه تقدم للمسؤولين. حضرتك معالي الوزير عبد العزيز عبد الله بيقول ان تم ضرب العراق بحجة ان كان في سلاح كيماوي، وكان في سلاح. نعم كان في سلاح فعلا في العراق. سيناريو لا، حينما تم ضرب العراق ما كان في تم. انا جت كثير من اللجان. نعم. وكانت في رئاسة الخاين البراتعي، محمد البراتعي. نعم. المتآمر على بلده وعلى الأمة العربية وعلى العراق، ما كان في أسلحة دمار شامل بالعراق، لأن عدة مرات اجت لجان وفتشت. نعم. وإنما هم كانوا يصورون المواقع اللي كانوا عاوزين يضربوها، المواقع العسكرية، فهم لا يقدرون أسلحة دمار شامل ولا كل حاجة موجودة بالعراق. نعم. مجرد مؤامرة وتجسس على بلد العراق. طيب. مؤامرة وتجسس. نعم مؤامرة وتجسس. حضرتك طب الذي يحدث في سوريا مشابه للعراق ولا مختلف؟ هو سيناريو مكمل، يعني ترامب رئيس أمريكا رئيس البيت الأبيض. نعم. مكمل لأوباما، أوباما مكمل جورج بوش، واحد يوصل الفكرة للآخر في تدمير الأمة العربية. طبعا. الأمة العربية إن شاء الله بشعوبها متكاتفة، وإن شاء الله كلمة لا إله إلا الله هي العليا والباطلين هم السفلى بإذن الله تعالى. معي اتصال دكتور محمد سيد أحمد المتخصص في الشأن السوري. دكتور محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك أستاذ رمضان وأهلا بضيفك الكريم. شرفتني ونورتني. ربنا يخليك يا فندم. دكتور محمد، التاريخ يعيد نفسه كما سبق. صدام حسين في عيد الأضحى وبشار الأسد في الإسراء والمعراج
فهل مصير الأسد مثله صدام؟ يعني أعتقد أنه العدوان واحد، العدو واحد، هو العدو الأمريكي المستهدف للأمة العربية. تمام. لكن الزمان والمهر جرت فيه مياه كثيرة حين تم اغتيال الشهيد البطل يعني صدام حسين. كانت العالم تحكم الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وكان العالم ذو قطب واحد، أما الآن فهناك قطبين. أعتقد أن القطب الروسي يقف الآن يعني في مواجهة القطب الأمريكي، ولا يمكن أن يكون مصير الرئيس بشار الأسد هو نفس رئيس يعني مصير الرئيس صدام حسين، لأن يعني إذا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تطوير الأمر بأكثر من ذلك أو يعني تكرار السيناريو، أعتقد أن الروسي سيكون جاهزا ويمكن أن تكون حرب عالمية ثالثة. أعتقد أن يعني الأمريكي الآن لا يستطيع أن يفعل ذلك، لأننا عدنا مرة أخرى إلى الحرب الباردة في إطار قطبين بتحكم العالم وليس قطبا واحدا. دكتور محمد، ترامب يضرب سوريا قبل انعقاد القمة العربية بساعات، كيف ترى هذا الأمر؟ يعني للأسف الشديد يعني ترامب لا يعني لم يفعل أي شيء في إطار حتى القانون الدولي، هو يعني لم يعتمد حتى على قرار من مجلس الأمن لأن كان فيه يعني فيتو روسي، لكن هو خرق كل القواعد وخرق كل المواثيق الدولية، وهذه هي عادة الولايات المتحدة الأمريكية، فعلتها في الماضي مع العراق، وفعلتها يعني في الماضي القريب مع ليبيا، وتريد أو قامت بالفعل بفعلها الآن. لكن اعتقد انه المسألة الان هي لا تعير الامة العربية اي اهتمام، ولا تعير القمة العربية اي اهتمام، وللأسف الشديد انه هذه القمة العربية المعقدة يوم امس فقط طلبت العراق ان يكون على جدول اعمال القمة العدوان الامريكي الفاجر على سوريا العربية، لكن الزعماء العرب يعني قالوا ان لا يمكن وضع هذا البند على جدول اعمال القمة لانه لا يوجد وقت. يعني انا لا اعلم هم يعني هؤلاء الحكام العرب يعني عايزين يعملوا ايه او فاضيين لايه. انتم لا تفعلون شيئا، هذه القمة قمة عبرية، والامريكي لا يعير اي اهتمام للحكام العرب، ولو كان يعير اهتمام لهؤلاء الحكام العرب ما فعل وما فعل هذا عشية اقامة القمة العربية. اعتقد انه على الحكام العرب الان ان يقولوا كلمة حق، عليهم ان يفيقوا، لان كل من لم يفيق الان سيكون الدور عليه. الولايات المتحدة الامريكية هي العدو الاول لهذه الامة، الولايات المتحدة الامريكية يعني لا تعترف بشرعية دولية ولا تعترف بحقوق انسان، وبالتالي يعني الساكتين الان على الولايات المتحدة الامريكية سيأتي عليهم الدور. وللأسف الشديد ان هناك من مول من قبل بعض الدول العربية وبعض المجتمعات العربية دعم هذه الضربة مولها بالمال، وللأسف الشديد يعني العدو الأمريكي لا يصرف على يعني الضربات ولا على العدوان من جيبه ولا من ميزانية الدولة الأمريكية، لكن من ميزانيات الدول العربية وخاصة دول الخليج. دكتور محمد سيد أحمد، المتخصص في الشأن السوري، شكرا لاتصال حضرتك. مشاهدينا الكرام، مؤتمر الدول العربية أرى الآن هم في موقف غاية الصعوبة. موقف مصر كان واضح من البداية ضد العدوان على سوريا. يمكن أي إنسان يحب حاكم أيا كان، هذا الحب الذي يعميه عن عيوبه فهذا إنسان مجنون، أجن منه اللي يكره الحاكم يدمر بلده. ما يحدث الآن في سوريا ما فيش عاقل يقبل به. موقف مصر كان مشرف، الدول العربية كيف تجتمع الآن وهي تمول؟ الدول العربية كيف تدين والسعودية والكويت والبحرين تؤيد؟ الدول العربية كيف تجعل هذا على جدول الأعمال وهي مساعدة في ضرب سوريا؟ إذن انشقاق في الصف العربي، لابد أن ترجع الدول العربية وتفيق. دكتور عبد العزيز منذ لحظات قال إن أمريكا والعدوان الثلاثي لإحراج الحكام العرب مع شعوبهم، كل الشعوب العربية على قلب واحد، تريد أن توحد الكلمة،
تريد الشعوب العربية أن تكون هناك قوة عربية بجد على الأرض واقعية، يجعل لها القاصي والداني ألف حساب. أما ما يحدث الآن هي أدوار تؤدى إلى أن يهيئ الله لهذه الأمة العربية أمر رشد يعز فيه الرجال ويزل فيه الأقزام. لذا أقول استبشروا، إن غدا لناظره قريب. الأمة العربية تفيق إذا فاقت مصر، الأمة العربية تقوم إذا قامت مصر، وأرى أن مصر تنفض التراب عن كاهلها وستنطلق ومن ورائها الدول العربية. معالي الوزير، كيف ترى حضرتك هذا الكلام؟ الأمة العربية تنشق الآن كحكام، منهم من هو مؤيد ومنهم من هو معارض لهذه الضربة. هو طبعا يعني أنا ضد أي كلام بيتقال على أن الدول العربية ليس لها قيمة وليس لها كيان وليس لها شرعية أو ليس لها قوة عسكرية. لا، الشعوب العربية والأراضي العربية والقيادات العربية وشعوبها لولا قوتها ولولا مكانتها اللي أرادها ليها ربنا سبحانه وتعالى وميزها عن باقي الأمم كما ذكرت في بداية كلام حضرتك، ما كانتش الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من الدول عملوا مليون حساب للدول العربية وأرادوا احتلالها وأرادوا أن يكونوا موجودين على أرض هذه الدول. لكن ما كانت الدول العربية وقوتها وإسلامها الدين الإسلامي ده اللي بيخليها مقر نظر في أعين كل الدول دي، عاوزين يحتلوها، عاوزين ياخدوا مقوماتها سواء كانت اقتصادية مثل حقول البترول وغيره. ولكن مصر زي ما قلت حضرتك انتفضت وبدأت تعود مصر الحديثة القوية برئاسة رئيسها القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعيد بناء مصر الحديثة من خلال تطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية، أيضا اقتصاد قوي، وبالتالي هم يريدون أن يدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري في صراع آخر مع إسرائيل ومع أمريكا، يجرون مرة أخرى لعدوان 67 وعدوان 56 والكلام ده كله. احنا النهاردة بننادي من خلال منظمة الشعوب والبرلمانات العربية بعمل جيش عربي موحد، جيش عربي موحد تقوده مصر، وبالتالي عندما يكون هناك جيش عربي موحد يستطيع هذا الجيش مقاومة الصهيوني. معالي الوزير، ما هيجي لنا برضه تساؤل هنا يقول لك ازاي تعمل جيش عربي موحد وتم كسر الجيش العراقي، الجيش السوري، الجيش اليمني، لم يبقى الا الجيش المصري. يتم اعاده هذه الجيوش مره اخرى والانفاق عليها وشراء اسلحه وتدريبات وتطوير وعمل جيش عربي موحد بفضل مصر تقوم بهذا الدور لوحدها الان. مصر تحارب الارهاب نيابه عن العالم. مصر في موقف صعب جدا وده على حساب الشعب المصري نفسه، والشعب المصري جزء كبير منه بيقدر اعاده تحديث وتطوير الجيش وما يتم انفاقه من قوت الشعب المصري الفقير الصامد خلف رئيسه. ولكن بنجد أن بعض الدول الأخرى بتنفق المليارات من الدولارات على الدول المعادية لمصر. ترامب ياخد من السعودية 500 مليار وبيطالب هذا العام ب 400 مليار دولار وسيأخذها. فإحنا طبعا دي سياستهم وده شأنهم، ما نقدرش نعترض على سياسة الدول العربية اللي نقدرش نقول انها معادية لمصر او معادية للإسلام او معادية لبعض الدول العربية الأخرى، ولكن احنا بنطلب منهم بهدوء حتى لا يحدث انشقاق داخل الصف العربي، ان يكون هناك جيش عربي موحد، ان يكون هناك توحيد لكل الشعوب العربية حتى تنتصر إرادة هذه الشعوب ان شاء الله وستنتصر على العدو الصليبي اليهودي ان شاء الله وستنتصر باذن الله. يمكن معايا
رسائل كتيرة جدا. الأستاذ مينا: أين مسابقات وزارة العدل؟ أين وعد الكابتن طاهر أبو زيد؟ ناس كتيرة جدا. الأستاذ محمد تمام بيبعت تحية للدكتور عبد العزيز، بيقول السفير شهاب شرفتنا ونورتنا في مصر. على فكرة أخونا المخرج الجميل التلفزيوني محمد تمام من متابعي برنامج مع القادة، وأنا سعيد جدا جدا وبتشرف بيه وبملاحظاته على أي حلقة بيكون مشاهد ليها. معالي السفير، يمكن بنتكلم حضرتك الوضع الحالي بالنسبة لسوريا، كيف ترى الشعب السوري وترى منه المؤيد للضربة والمعارض للضربة؟ الفرق بين الاثنين، وده سوري ده سوري. والله اللي مؤيد للضربة خائن بحق وطنه وبحق شعبه، لأنه مهما كان أمريكا وفرنسا وبريطانيا ما قاعد تضرب بشار الأسد، ده تضرب الشعب السوري. أيوة. تمام. ده تنهي الشعب السوري اللي يفرح بضرب أخوه المسلم، والله أكثر من خائن وأكثر من متآمر على تراب وطنه. فرق كبير بين المؤيد وبين المعارض. أنا ممكن أعارض، اسمح لي، هو هي الضربة ما يضربون مقر بشار الأسد وحتى الشعب يشوف يريد هذا الرئيس أمريكا، يضربون شعب. هاي الصواريخ توقع على أطفال ونساء، ضرب شعبه ده مش عربي ولا مسلم. طيب. يعني حينما يتم ضرب 59 صاروخ من نوع توماهوك، تأثير الضربة يقدر بدرجة وسط حسب بيان وزارة الخارجية الروسية، يعني أمريكا تضرب وروسيا تقيم، ويصل منها 23 صاروخ فقط من أصل 59. الدور الروسي، احنا نعرف انه هو مؤيد للرئيس بشار ولسوريا، لكن في حاجات خلف الكواليس مش مفهومة. هل وقفت سوريا قلبا وقالبا مع سوريا، روسيا وقفت مع سوريا، أم هي التقسيمات والكيكة أمور إن لم تتضح لنا في هذا اللقاء ستتضح لنا في لقاءات قادمة؟ معالي الوزير، يعني حضرتك وانت بتتابع الأخبار وحضرتك رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، ماذا تستطيع أن تقدمه هذه المنظمة في هذا التوقيت للأمة العربية حاليا؟ احنا طبعا بندعو كافة الشعوب العربية للوقوف صف واحد خلف قيادتها العربية الداعمة لشعوبها، ونحن في مصر بنطالب بعمل كيان قومي يقوم بعمل اصطفاف سياسي خلف القيادة السياسية للدفاع عن مصر وعن شعبها. وبالفعل عرضنا الأمر على عدد من القيادات المصرية، منها المستشار بهاء الدين أبو شقة لعام رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هو شخصيا من الشخصيات الوطنية المحترمة. طبعا طبعا. يعني عرضنا عليه ان احنا نعمل المجلس المصري للقوى الوطنية والأحزاب السياسية لكي يضم هذا المجلس الأحزاب السياسية وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وعدد من الجمعيات الأهلية، الاتحاد المصري للجمعيات الأهلية دكتور طلعت عبد القوي وافق، الاتحاد العربي والمصري للتعاونيات دكتور أحمد عبد الظاهر رئيس هذا الاتحاد وافق بالفعل، عدد كبير من الأحزاب السياسية وافقوا. وأرجو أن حضرتك كمان من خلال هذا البرنامج النافذة الإعلامية، وأنت برضو عندك حزب سياسي، تنضم لهذا الكيان لكي يكون هناك اصطفاف شعبي يمثل الشعب المصري لكي نقف خلف قيادتنا السياسية. ومصر قلب الدول العربية، عندما تطالب مصر باقي الشعوب العربية بالوقوف خلف قيادتها الرشيدة وقيادتها العربية، أعتقد الشعوب العربية هتقدر توصل رسالة للعالم أننا شعب واحد وأمة واحدة، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. معالي الوزير، أنا يشرفني ويسعدني أي شيء يخدم جمهورية مصر العربية ويخدم الوطن العربي والوطن الإسلامي، أتمنى أن أكون مساهما فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية. يمكن شباب الشهر العقاري والنيابة الإدارية كلهم متابعين معايا حاليا، أنا بقول لهم بجد أنا بحترمكم جدا 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 وبعزكم قوي قوي، ويمكن الأسبوع اللي عدى ده لما كنت تعبان والتواصل تبعكم قد إيه أنا كنت مبسوط قوي قوي إن في ناس
شباب زي الورد، وبقول للدولة وكل مسؤولين الدولة الشباب دول حرام حرام حد يخسرهم. الشباب مش عايز يكون في أهاوي، ومش عايز يروح مخدرات، ومش عايز يروح بؤر إرهابية، عايز يخدم بلده. لما يكون عندنا تعيينات بالواسطة لناس مش متعلمين، مع احترامي ليه وتقديري وهم فوق راسي من فوق، وأسيب حملة الدكتورة والماجستير وأسيب المؤهلات، لا، في خطأ عندنا. لما يكون عندنا بعض الأماكن في الدولة تستعين بالتربية والتعليم عشان تسد عجز عندها في وزارة العدل وتحديدا في الشهر العقاري، وعندنا ناس عايزة تتعين. لما يكون عندنا مستشارين يتعينوا، مستشارين في الدولة يروح يوم أو اثنين في الأسبوع وممكن ما يروحش، وراتبه متأكدت من هذا الأمر من 60 ل 150 ألف جنيه. إذا سيادة الرئيس، نقطة من بداية السطر مع الشباب، الشباب قدم عليه في الانتخابات، أتمنى إن البلد تنظر للشباب. والله يا رئيس، هم أكتر ناس هتقف في ظهرك، هم اللي هيشرفوك، هم اللي هيقفوا ضد مصر، هم اللي الدور عليهم جاي، الشباب عايزينهم عايزينهم. والله أفضل حاجة نستثمر فيها هم شباب مصر وقت حاليا. أنا بقول للشباب أنا مستمر معكم، انا سعيد جدا جدا بيكم، انا فعلا والله ما اعرفش حد شخصيا غير اللي كنتوا معايا الحلقه اللي عدت، لكن قاعدين معايا هم دول انا شفتهم بعينيا، فيما عدا ذلك ما شفتش ولا واحد من 1,250,000 شاب على مستوى الجمهوريه. ولكن احترامي ليهم من كلامهم المؤدب، احترامهم لمصر، احترامهم لقاده مصر، عايزين احنا عايزين نتعامل ادميا، عايزين نخدم بلدنا. معانا معالي سياده اللواء فاروق المقراحي. السلام عليكم سياده اللواء. اهلا يا دكتور رمضان، تحياتي لك ولضيوفك ولمعدي برنامجك. اسعدتني وشرفتني باتصال معاليك سياده اللواء. تركيا والسعوديه وبعض الدول العربيه تؤيد ضربه العدوان الثلاثي على سوريا، ما تفسير حضرتك لهذا الامر؟ لا، كل له، كل له اهدافه وكل له اغراضه. يعني تركيا طبعا بتنوب عن اسرائيل وبتنوب عن ايران في ذات الوقت في هذا، لان تركيا ترتبط بايران وترتبط باسرائيل، فهي بتمثل دول في ان هي توافق على ضرب سوريا، لان خروج سوريا من المعادلة زي خروج العراق، يبقى خلاص ما فاضلش قدامهم غير مصر. دي بالنسبة لتركيا. طب سيادة اللواء معلش المقاطعة، اسف للمقاطعة، احنا كنا نعرف ان ايران مع سوريا. لا، ما هي المصالح بتتصالح. تمام يعني تمام، ايران لها مصالح مع سوريا ولها مصالح مع روسيا، وفي ذات الوقت لها مصالح مع تركيا. يعني اللعبة ماشية دول، ده في كده تركيا بتلعب مع كل الاطراف، بتلعب مع ايران، بتلعب مع قطر. تمام. موجودين في قطر. تمام. يعني تركيا موجوده في قطر وايران موجوده في قطر، يعني لازم تشوف مصالحها فين وهي بتلعب عليه. تمام. انما تركيا بتنوب عن اسرائيل، دي قولا واحدا. تركيا تنوب عن اسرائيل سياده اللواء؟ ايوه، بتنوب عن اسرائيل في هذه المعركه قولا واحدا. ليه؟ لان اسرائيل كانت بتنوب عن كانت بتساعد العراق، كانت بتساعد ايران ضد تركيا، ضد العراق. تمام. لما كانت حرب العراق وايران، كانت اسرائيل بتساعد ايران ضد العراق. تمام. ودي معروفه وكل اجهزه المخابرات عارفاها وكلنا عارفين هذا الكلام. فيبقى تركيا لاعب اساسي، لان تركيا لها مطامع في الشمال السوري، عايزه الحته اللي فوق دي علشان تنهي الدور بتاع الـ 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 الاكراد، وان هم يبقى لهم دوله والكلام ده. سياده اللواء، هل حضرتك مقتنع بما يقال ان ضرب سوريا عشان اسلحه كيماويه؟ لا لا لا، دي ضربه. اولا الضربه دي عمليه تلفزيونيه، وانا قلت هذا الكلام من اول امبارح من ساعه ما حصلت بالليل على كل الاجهزه، ان دي يعني عمليه تلفزيونيه علشان ترامب كده يعني غسيل لماء وجهه، وان هو الراجل طلع هجس قال كلمتين، فلابد ان الكلمتين دول يتنفذهم. انما ما نبص على الارض، هل سوريا صرخت وقالت انهم ضربونا وحطموا البلد؟ ما حصلش هذا الكلام. سياده اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخليه الاسبق، شكرا لمعاليك. معالي السفير، يمكن سياده اللواء بيقول لك يعني سوريا ما الضربه ولم تؤثر.
نعم نعم ما تأثر بالشعب السوري لأنه شعب عريق ومتكاتف فيما بينه. تمام. ومثل ما قال السيد اللي هو على تركيا، تركيا عندنا مثلا يقول تلعب على حبلين زي ما قالت للكراد اعملوا دولة، ومن جهة ثانية يقولون لا شلون تعملون دولة انتو وعندنا 4 مليون كردي موجود بتركيا لازم هم راح يريدون دولة. تمام. فتركيا تلعب على الصفحة وتلعب على الصفحة، هذا التاريخ معروف، يعني الشيء الذي في صالح الدولة تؤيده مصالحها فوق كل شيء. تمام. معالي الوزير تتفق على هذا الكلام ان الدول تعمل على مصالحها، يعني في دول عربية مؤيدة ودول عربية معارضة، كذلك ايران تؤيد وتعارض في توقيتات معينة، تركيا، هل هذا هو المجتمع الدولي كل يلعب لصالحه؟ طبعا واحنا كمان بنلعب لصالحنا لان جيشنا الاول هو الشعب العراقي. احنا بنلعب لصالح الامة العربية كلها. عايز اقول لسيادتك ان احنا الامن القومي المصري بيبدأ من حدود كل الدول العربية. تمام. ولكن يعني يهمنا في المقام الاول الجيش السوري يكون جيش قوي وجيش لان هو الجيش الاول لمصر. تمام. عندنا الجيش الثاني والثالث على ارض سيناء الغاليه. معالي الاستاذ عمر، استاذ عمر من سوهاج. الو. طيب جيش مصر الاول هو في سوريا. طب حاول اتصل مره ثانيه لو سمحت. كنت بكلم حضرتك بس يعني على المصالح. نعم. وبالتالي فعلا ايران وتركيا بيطالبوا او ايدوا الضربه، ومعهم السعوديه ومعهم بعض الدول العربيه. تمام. لكن معظم الدول العربيه على الاقل 70% من الدول العربيه لا يؤيد ضربه اي دوله عربيه نهائي، وكل الشعوب العربيه رافضه، كل الشعوب العربيه لان مصالحهم هو مقامر من الصفر. السلام عليكم يا استاذ عمر. الدول العربيه. عليكم باشا. اتفضل يا استاذ عمر. ازيك يا استاذ رمضان؟ عامل ايه يا باشا؟ اهلا بحضرتك. أنا معلش يا دكتور بس أنا عايز أخذ من وقتك بس وتسمح لي إن أنا أكمل حكايتي، إن أنا حكايتي كبيرة لي 4 سنين في عذاب. طب بسريعا بس يا أستاذ عمر لو سمحت. الله يبارك لك يا دكتور ويخليك يا رب، أنت دايما بتحارب الفساد وعشان مفيد كبير يا دكتور. سيبها على الله، اتفضل. الله يخليك يا رب. أنا يا دكتور عامل حادث من 4 سنين وعندي قطع في الحبل الشوكي. شفاك الله وعافاك. الله يخليك يا رب. أنا من محافظة سوهاج يا دكتور، المحافظة اللي محافظة سوهاج غير اسمها خلاها بقت محافظة الافتراء والظلم والقهر. انا المحافظ سواج دكتور عملت مداخلة معاه على التلفزيون ووعدني بكل حل مشاكلي وقال لي هحل لك كل مشاكلك، وبعد كده ما عملنيش اي حاجة. تمام. اي حاجة. محافظ سواج مستعنبني ان انا ظهرت على وسائل الاعلام في بعض من القنوات وما رضيش دلوقتي نفذ اي حاجة. انا دكتور عايش في بيت الناس، عايش في بيت الناس. طيب انا عظمي سوس وطلعته يا دكتور. استاذ عمر هكلم حضرتك بعد الهواء، التليفون مع كنترول، اكلم حضرتك ونداء للدكتور ايمن محافظ سوهاج. يعني اتمنى رغم اننا على اختلاف مع حضرتك في امور كثيره لكن اتفق في هذا النداء، ليس مصلحه شخصيه، مثل هذا الشخص لابد ان يساعده، حق على حضرتك سياده الوزير محافظ سوهاج دكتور ايمن ان تقف بجوار مثل هذه الحالات الانسانيه. دكتور عبد العزيز يمكن كنا نتكلم مع حضرتك وبتقول ان الشعوب العربيه كلها تتفق على عدم ضرب اي دوله عربيه. طبعا. الاختلاف بيكون في الحكام. طبعا. حضرتك كلمه لحضرتك للشعب السوري في هذا التوقيت. اولا انا بشكر الشعب السوري لان الحقيقه كان فيه بالامس عملوا يعني لقاءات مع عدد كبير جدا من الجماهير السورية اللي أكدت وقفها خلف الرئيس بشار الأسد واستنكروا ضرب أراضيهم وقواتهم وبيدافعوا عن أراضيهم وبيدافعوا عن رئيسهم وعن مؤسساتهم. معنا اتصال أخير الأستاذ أميمة الدهلية. ألو يا دكتور رمضان. فضل مع الوزير. بينادي الشعب السوري الأبي أن يقف خلف قيادته وأن يدافع عن أراضيه، وأيضا بنطالب كافة الشعوب العربية بالدفاع عن أراضيهم وبالوقوف خلف قيادتهم ونستنكر الاعتداء على أي أرض عربية. ويعني الحقيقة زي ما قلنا بندعو من قلوبنا للشهداء، شهداء الأمة العربية وشهداء العملية الشاملة على أرض سيناء بالأمس. معالي السفير يمكن وقتنا انتهى بس عايز حضرتك كلمة بقى للشعب المصري. سيادة الوزير الكلمة للشعب السوري. عايز حضرتك كلمة للشعب المصري.
أنا سبق وأن حضرت عدة مؤتمرات قبل الانتخاب معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم منظمة شعوب البرلمانات العربية كيمين الشعب العراقي في هذه المنظمة العريقة. تمام. فدائما أكرر خلال كلماتي اللي بالمؤتمرات اللي حصلت والمهرجانات اللي حصلت قبل الانتخابات معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس قال لو عاوزين أنا أروح ومئة مليون يعيش فأنا مستعد. تمام. ودائما يقول خلوا بالكم يا مصريين من بلدكم، لا يحصل بيكم مثل ما حصل في بعض الدول العربية، الرجل ما يذكر اسم الدول، حصل في العراق أيام داعش والحمد لله كاتف الشعب العراقي بكل قوة وانتصرنا على داعش ورجع الشعب العراقي شعب واحد. تمام. بدون طائفية. تمام. والحمد لله. فأنا أقول للمصريين خلوا بالكم من بلدكم لأن أنتم 100 مليون، يعني ما أريد يحصل مثل ما حصل بسوريا واليمن وليبيا، فاسأل الله أن ينصر مصر وشعب مصر وجيش مصر بجاه سيد المرسل. مالسف الشرفتين ونورتني في هذا اللقاء. أشكرك. دكتور عبد العزيز عبد الله وزير المفاوض منظمة الشعوب البلد العربية، أسعدتني شرفتني. مشاهدينا الكرام، كلمة أخيرة إلى كل مسؤول، رحمة بشباب مصر، رحمة بورود مصر، رحمة بمستقبل مصر. هؤلاء الشباب أمانة في رقبة كل إنسان. أنا رفضت أن أتكلم بلسان أي أحد الآن، عندنا مجلس النواب مش في كل محافظة بس، في كل مركز من كل قرية، أي إنسان لابد أن يساعد هذا الشعب الشباب، كل مسؤول في مكانه، وزير العدل لازم أن يخرج، وزير المالية، الميزانية بتاع الدولة خلاص الآن تعد بداية 1/7، لابد هذا الشهر أن ينتهي الأمر من هذا الأمر، خاصة كل المسابقات الماضية. أنا ألتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.